الحقيقة والوهم ضايع على فكرة، متمني حقق هالحلم راكد على بكرة، مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشي، يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. ما اصعب يوم تكتشف ان اللي كانوا حباب سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه بتمن، حتى الضمير عم ينشر وينباع. صار عادي لو تجرح قلب او لو حبيبك ضاع، كل الوجوه تضحك الك وترسم البسمه. مين اللي واساك بصدق؟ مين اللي وشه قناع؟ لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. ما اصعب يوم تكتشف ان اللي كانوا احباب سرقوا المشاعر واختفوا وضاعوا كانه سراب. بين الحقيقة والوهم. نحن لازم نحط ايدينا بايدين بعض، لازم نتعاون، لانه نحن انتخاباتنا انتخابات نزيهة، انتخابات حرة، وما حدا بيقدر يغبر علينا ابدا. نحن ان شاء الله رح نلتقي بعد الانتخابات، مشان هيك هلا بتسمحوا لنا، نحن عنا خيام كتير والوطن بحاجتنا، فلذلك بتمنى تعطوا اصواتكم لقائمة ابناء الوطن الوطنيين الشرفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أويها البيك ورفقاته رح يطعمونا، أويها البيك ورفقاته رح يساوونا، أويها البيك ورفقاته رح يكسونا، أويها الله يلعن أبو هالعمر يلي خلك لابس صيد تاخذ منا عينينا.
فاطمة 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 فاطمة. شوفوا له احسن دكتور خليه يجي يشوفها. فاطمة بسرعة بسرعة الله يخليك بسرعة. فاطمة 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 فاطمة. آه يا أبي أنا تعبانة كتير، حاسة حالي مصبحة مسي، بس أنا رضيانة عليك ربي وقلبي رضيانين عليك. الله يسامحك الله يسامحك يا ابني، حرمتني من شوفتك. أمي كرمال الله لا تحكي هيك، رح تيجي لعندي ورح نروح على الحج بإذن الله. يا عمري انت حج عني، لأنه أنا حاسة حالي أحموت هون، كان نفسي شوفك وضمك يا عمي وشم منك. خليك لا تحكيك يا مو، الله يخليك. كان مي مي خالته خالته مي مي كرمال الله رد عليك. خالته مي خالته ردي علي. حالة ماهر خالته نرجع نحكي معك نرجع نحكي معك. خالته خالته ماهر خالته. دكتور تكوني لحالي. بس يا دكتور تركوني لحالي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ان شاء الله الف مبروك يا رب. بارك فيك يا بابا بارك فيك. الله يبارك. الف مبروك الف مبروك يا عروس الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك ما عملته. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بارك فيك يا رب. بارك فيك. الله يبارك فيكم جميعا. شو خط النظام؟ ابن عضية وين الكعك وين الكولا؟ أمي سعد أمي بحب أمي سعد. الله يبارك فيكم.
عيونك حطها يا عم. الله مبروك يا عم، الله يهنيكم. معافى دكتور. الله يعافيك دكتور. استراحة لمدة أسبوعين تمام إن شاء الله. ما في داعي للانفعال خليل. تفضل دكتور. إياك. نعم دكتور. بدي كل شيء يرجع مثل ما كان. الحملة الانتخابية بتمشي مثل الليرة، كل شيء مثل ما كان وعلى أزود، مفهوم؟ تكرم دكتور، ما تأكل هم، معافى إن شاء الله. الله يعافيك. ايه تسلم اياد، خليك مع الدكتور عم يكتب الوصفه. تسلم. لا طيب الله يرحمه. روح هلا انت روح. مين؟ فاطمه ام لميا توفيت. ما صارت تجي تقعد معي كم يوم زفرت براسي خليل. هون احكي قدامي. حاضر. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا بنت. وشواية وين القهوة؟ عنا. يلا يلا بسرعة. حاضر. يا أهلا وسهلا، شرفتوني نورتوني. خير؟ أنا محامية جواد. جواد؟ شو أخباره جواد؟ بالسجن. بالسجن؟ والله حرام، هو ما عمل شيء، ضل هون أسبوع بحاله آكل شارب نايم، وطلع يوم واحد بس. لا ومو يوم، نص يوم كمان. منعرف منعرف إفادتك، منعرف إنه راح لعند واحدة تانية وهي أخدته لعند واحدة تالتة، بس نحن شفنا عنده المصاري والمسدس اللي انقتلت فيه لميا وهدى ورياض. والله حرام، هو ما عمل شيء، مستحيل يقتل، جواد قلبه كتير طيب. مزبوط، أنا هيك عم أقول، يعني هذا وجهة نظري كمان. إذا بتحب أحمد خد قهوتك وشربها لحالك هنيك يعني. يا عنزل إذنك معك. يا ميت أهلا وسهلا، هاتي هاتي هالقهوة لهون. روحي روحي على المطبخ مدام عصرية. عنك آنسة، آنسة لو سمحتي. إيه واضح، آنسة آنسة عصرية. بدنا نحكي حكي نسوان من بعد إذنك. حكي نسوان؟ شو يعني حكي نسوان؟ يعني
كيف كانت علاقتك بجواد؟ ما فهمت. يعني كان لطيف عنيف مثلا؟ يعني لما كنتوا مع بعض يعني مع بعض؟ تقصدي بغرفة النوم؟ يا عيني عليكي، هذا هو. ممكن تحكي لنا؟ يعني هاي شغلة الكل بيعرفها ورزقتنا عليها. الله يخليكي، ركزي معنا كتير منيح، نحن جايين حتى نسألك على هالشغلة بالذات. احكي شو بكون، ما نحن نسوان بنسوان. مزبوط، نحن نسوان بنسوان. يعني هو الفكرة، بدي افهم منك شغلة. بغرفة النوم لما تكونوا مع بعض، هو عصبي رومانسي؟ يعني بيضرب يعني من هدول الحركات هيك، ولا لطيف رومانسي كذا من القصص هيك؟ فهمينا يا جواد. ايه ايه، الله وكيلكم. جواد بوسه ما كان يعرف يبوس. كتير حلو ست عصرية، حبيبة قلبي انتي. هذا الكلام ممكن تشهدي فيه بالمحكمة أمام القضاء؟ ايه بشهد. ليش لحتى ما اشهد؟ شكرا كتير ست عصرية. عفوا. عفوا، بس ليش ضحكتي؟ لأنه أول مرة حدا بيقول لي شكرا وبرد وبقول له عفوا. الحق معك، والله الحق معك عن جد. يلا يلا عن إذنك. تفضلوا اشربوا قهوتكم. مرة تانية ملحوقة. ترحموا على المرحومة بإذنه تعالى فاطمة الخياط حرم المرحوم رسلان الحاج، انتقلت إلى رحمة الله تعالى وغفرانه. ترحموا على جارتكم المرحومة بإذنه تعالى فاطمة الخياط حرم المرحوم رسلان الحاج، انتقلت إلى رحمة الله تعالى وغفرانه. وسبحان الحي الباقي الذي لا يموت، ترحموا عليها يرحمنا ويرحمكم الله، سامحوها يسمح عنا وعنكم الله. أفلح من وحد الله وآمن بالله وصلى وسلم على رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله ترجع الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. المرحومة بإذنه تعالى فاطمة الخياط حرم المرحوم رسلان الحاج، انتقلت إلى رحمة الله تعالى وغفرانه. بتعرفي يا علا، انا كل ما اشوفك هيك وتمشى معك وتطلع على وجهك بحس حالي هيك اني عم شوف القمر. ايه، بحس انه القمر يعني نزل من السماء وهلا انا هيك عم شوفه قدامي. ايه والله يا علا. عدي. ايه يا عمري، بقى هيك بحس حالي انه 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 القمر وعم شوفه هلا قدامي. والله عنجد؟ اي والله يا حبيبة قلبي، انت حبيبة قلبي وزوجتي المستقبلية. شو بك شو بك او لا شو بك؟ لا بتسأليني كيفك، شو اخبارك، شو عم تشتغل، شو اخر اعمالك يا حبيبي يا سمير؟ طيب يا سمير، شو اخر اعمالك، شو عم تشتغل، شو في ما في، طمني عنك. اي الله يسلمك. والله هلا يعني عم باخذ مشروع لتكييف مشفى، اذا زبط بعمل له تكييف من فوق لتحت. ما شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. كله مشان حياتنا وحبنا وزوجنا. خلص استعجلتي. مين هو؟ مالك شايف يعني ولد عم يبيع ورد؟ روح عمو روح، ما بدنا ورد، روح. يا الله كله نصيب كله نصيب. شو عم بيقول؟ شو عم بيقول؟ عم بيقول روح عمو روح روح. خبيتك انت التعب. لا طع عمرك ما اغلظك. لك شبك انت طفل هاد؟ اصلا انا بكره الاطفال اللي من فصيلة هاد يعني. امي امي قومي، خلينا نتيسر قبل ما تعتم الدنيا هلا ونضطر ناخذ تاكسي. لازم من هلا نبلش بترشيد الاستهلاك، خطه ترشيد الاستهلاك مشان حياتنا. الحق معك. علا بكره المحاكمه. يعني تقريرك لازم يكون جاهز انت؟ طبعا جاهز. ولو بدك منه شيء؟ بدي سلامتك، انا هلا رح اكتب المرافعه. بدك مساعده؟ سلامه قلبك، لا تخاف علي، انا قد وقدود. اكيد قد استاذه. طيب نشوف بعض ان شاء الله. يلا سلام. مع السلامه.
منك يا بلادي عشان زلمان مني لا مالي ولا أولادي على حب ما في حبيب شبو قهوة؟ شبعنا قهوة اليوم وحد الله لك ابن خالتي والله ما بيلبق لك الزعل. لا إله إلا الله. أخي إذا بدك خلينا نقوم نمشي مع ونضيف. شباب والله أنا ما خرجوا أطلع يعني كتر خيركم وحسبتكم معي قوموا قوموا روحوا انتوا اسمعوا عن الحكي نحن راحتنا مع بعض أنا بالنسبة لي ما يتحدثون وأنا كمان وأنا كمان شباب ما جعتوا؟ اي والله حموت من الجوع. ومساوي لك شيء اكله زكي؟ للامانه انا شباب. فردا مزون. اضحك بقى مازن. اضحك لساوي لك عشاء اخو اخته. اضحك خلينا نتعشى بقى. خلص حالتك. ها؟ مبرني لي خلقك على الضحكه، قوم ليه؟ يلا خذ معك الكاسة خلينا نجليها. في واحد لحقني شو عم تقول؟ ايه موتني رعبي يا وفاء موتني رعبي طيب ما عرفت شكله؟ لا اتصل بالشرطة لك شو عم تقول انت؟ لك ايه اتصل بالشرطة على السريع شو من عرفوا اذا ما اتصلت بالشرطة؟ طيب طيب حاضر حاضر وما عرفت شكله؟ لا والله سيدي ما عرفت اتخانقت مع حدا شي انت؟ لا سيدي ما اتخانقت مع حدا طيب في حدا مستقصدك؟ لا سيدي اتذكر بتذكر سيدي ما في حدا نوب 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 طيب شو كنت عم تعمل انت بالخيمة؟
أنا عم بحرس الخيمة تبع المرشح سامي بيك سيدي. طيب وأنا هلأ ما فيني أعمل لك شيء، بكرة الصبح بتنزل لعندي على القسم. بكرة الصبح ما بقدر، عندي شهادة بالمحكمة سيدي. شهادة؟ نعم سيدي. حاسس في شيء بين شهادتك وبين ملاحقتك اليوم. مشان شو شهادتك؟ شو هو الجرم؟ جريمة قتل سيدي. يا حبيبي صار لازم نتصل بالأمن الجنائي ومضطرين نحميه مشان شهادتك جميل أفندي. ايه سيد جميل افندي، بمين بتشك؟ مو بحدا سيدي ولا حدا. سيدي انا مالي اعداء. يعني قصة هون ولا هون، حكاية هون ولا هون، يعصر لي مخك شوي. ايه منعصره سيدي. عصحي سيدي فارس. شو فارس؟ سيدي هيك يعني بيتزورني
وبيطلع فيني تطليعات هيك ما بعرف شنو. صاير شي بينك وبينه ولا فارس؟ لا سيدي ما صار شي، بس من يوم ما دوزلنا الشغل مع سامي بيك وهو مو رضيان علينا. مو رضيان؟ هي سيدي، وبيضل يسمي حكي هو وجاره أبو محروس. عن سامي؟ على كل شي سيدي، على كل شي. سلام ايديك. سارقين اعضاء البنت. هالشغله كترانه بشكل فظيع، بدكم تديروا بالكم كثير يا شباب. طيب يعني شو بدنا نسوي؟ شو ممكن نسوي؟ ما بعرف. تعملوا دوريات، تعملوا ورديات، بتديروا بالكم على هالولاد، بتضلوا دايرين بالكم ليل نهار. لك يا ابو الخير، خسرنا بلدنا وخسرنا مستقبلنا وبدنا نخسر حياتنا كمان. يلعن ابو هالعمر. تفضلوا سيدي تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. يكون على جاي كيفك. على راسي عم، على راسي. حط لي فلافلات حط لي بندورة. على راسي وكمان بقدونس. على راسي. تكرم عينك. وشوية لبن كمان هو. على راسي. ولا تنسى السماء والمنى. وصل لك يا على البيت عم. بكون فضلت على راسي. يا أهلا وسهلا عمو. ميت أهلين الشباب. توصى بالعم زكي. ايه من عيوني. رشيت طحينة كمان. وهي رشيت طحينة. خسرت سندويشة زكي. شرف عم. يسلمون. الله يعود عليك. شو ها؟ شو هاد؟ روح حبيب القلب وانتفعات. وشو صار له؟ شو عمو؟ شو في؟ شو في؟ ريحة رجلين جاج. يعني شلون عرفت انه ريحة رجلين جاج؟ يعني شو حاطة عطر؟ شو عم تشكت؟ لك الاخ شو ظريف. لا والله انت مهضوم. خد عمي مصاريف. بطلنا البيت. هات عمي هات. حناني الله انا وما استنبر. لا تواخذنا حبيب. والله ريحة القاب يا حبيب. ريحة صدق. مرحبا. لك وينك لهلا اسمار؟ لين قلت لي؟ يعني على اساس الشغل مقتل حاله وخمس نايم. شو رح نقضيها هيك يا شباب؟ شو وضع البيت شباب؟ على كيف كيفك؟ شباب انا شايف لكم انه ما رح تزبط معنا. يعني قلبت الدكانه من الدجاج للفلافل ما نزبط. معناتها عند عصفور شباب. لا عصفور لا عند عصفور. ايه فارس، كبرت لي مخك ولا لا؟ بشو سيدي؟ بشو سيدي؟ طيب اسمعني منيح. قاتل اخوك اليوم رح يتحاكم، يعني جميل ما اله علاقة، فحاجة تركض وراه وحاجة تلاحقه. خلصنا بقى. أنا ما لحقت حدا سيدي. أنت ما عم تفهم علي. رح يجيك من الآخر. قاتل أخوك أنا بعرفه ورح يتجازى. قاتل أخوي رح يصير عضو بالبرلمان وقاعد قدام عيونك عم يلعب ويسهر، واللي رح تحاكموه بريء ماله ذنب.
اسمع فارس، اسمعني كتير منيح. هنتين كلمتين رح احكيهم معك، انا ظرفك مقدره، او بمعنى قدرته كتير منيح، بس قسما بشرفي رح تشوف مني شخص تاني بحياتك ما شفته، بحياتك ما شفته. هاي خطرتك. صباح النور. سويت لك قهوة؟ قبل القهوة بدنا نفطر. ايه بسوي لك فطور. لا فطوري مو هذا فطوري. سارة، 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 شبه تفضل. القضية رقم 260 أساس لعام 2015، المتضمنة اتهام المدعو جواد أحمد أحمد بجناية القتل العمد. ما قتلت حدا يا سيدي، الله وكيلك، أنا مالي علاقة. توب يا ابني. شو بتقول باتهام المنسوبة إلك يا ابني؟ أعوذ بالله يا سيدي، الله وكيلك يا سيدي، أنا ما دخلني. صحيح يعني نحن كنا الله يعفي عنا، بس تبنا سيدي، تبنا ما عدلنا على أي شيء. النيابة العامة تفضل. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إننا اليوم أمام جريمة يندى لها الجبين، تتمثل فيها الجريمة والحقد بأبشع صورها، وتنم عن فكر إجرامي غير مسبوق. كيف لا وهذا المتهم الماثل أمامكم الآن المدعو جواد، قد أزهق ثلاثة أرواح بريئة إرضاءً لميوله الإجرامية وتحقيقاً لخطته في سرقة فيلا سامي، ثم بدأ بالتخلص من كل من يشكل خطراً عليه ويقف عائقاً في وجه مخططه الشيطاني، معتقداً بذلك أنه يستطيع أن يفلت من وجه العدالة. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، في هذا الملف العدلي والأدلة المسرودة في قرار الاتهام تؤكد وبشكل قطعي إدانة المتهم جواد بجريمة القتل مع سبق الإصرار والتعصب، فأزهق روح المدعوة هدى وسرق مصاغها، ثم قتل الناطور رياض وأخفى جثته في حمام غرفة النوم. وعندما اقترب المحققون من كشف جريمته واكتشاف شريكته في الجريمة المدعوة الممرضة لميا، قرر التخلص منها، وكان له ذلك معتقدا أنه قد أخفى كل الأدلة على فعلته. سيد الرئيس، وحيث أن السجل العدلي للمتهم حافل بأسبقيات السرقة والإيذاء، فضلا عن ضبط المصاغ الذهبي المسروق وأداة الجريمة المسدس مع وجود بصماته على النقود وعلى كافة الأدلة، وكون أفعاله الجرمية الآنفة الذكر تشكل جناية القتل وفقاً
للمادة 535 من قانون العقوبات العام مع ظرف مشدد وهو العمد، وتسهيلاً لارتكاب جناية وتعد على المجني عليهم، وعملاً بنصوص قانون الأصول والعقوبات، ووفقاً للاتهام نطالب بتجريم المتهم وإنزال أشد العقوبات به وهي الإعدام، وفي ذلك كل الحق. وشكراً لك سيد الرئيس. شكراً. والله العظيم ما سويت شيء، والله العظيم ما سويت شيء يا سيدي. سكوت يا ابني سكوت. الله وكيلك كله كذب وافتراء. استدعي الشهود يا ابني. جاهد الله جميع سيدنا عبد الهادي. السلام عليكم. قرب لهون يا ابني. حط ايدك على المصحف الشريف. حط ايدك على المصحف يا ابني. امرك سيدي. ردد وراي، قول والله العظيم اشهد بالحق لا زيادة ولا نقصان. والله العظيم اشهد بالحق دون زيادة او نقصان. انت بتعرفوا للمتهم جواد؟ ايه بعرفه سيدي بعرفه. في شيء قرابة او عداوة بيناتكم؟ اعوذ بالله سيدي، لا في قرابة ولا في عداوة. هات لشوف. احكي لي شو صار يوم مقتل المغدورة لمياء؟ سيدي جواد بعرفه من زمان، رفيقي سيدي رفيقي. وسيدي هو ياما فات على السجن وطلع من السجن سيدي بسبب سرقات كان يعملها وخنايق ومشاكل يعني. سيدي يوم اللي انتقلت لميا لرحمة ربها، سيدي كنا نحنا عم نلعب ورق ونشرب كاس، قام بنص السهرة حمل درب طريقه وراح سيدي، يعني غاب هيك تركة شي نص ساعة ونحنا ما عرفنا ليش راح سيدي. وهذا اللي بعرفه، الله وكيلك ما بعرف غير هيك سيدي، ما بعرف غير هيك. ماشي يعطيك العافية، تفضل. أمرك. السلام عليكم سيدي. أنا لا راح أضل هون ولا راح أموت، بس أطلع بدي أشرب من دمك يا كلب. متمني حقق هالحلم راكد على بكرة، مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشش، يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي. ولا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد، لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا حبار سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه صار. والحقيقة
وهم